بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتي خواتاتي، عواشركم مبروكين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نبارطاجي معكم هاد الحليوة اللي كتجي زويونة وخفيفة وسهلة وما كتستغرقش الوقت بزاف، دغيا كتوجد. وهانتوما مع ان شاء الله المقادير اللي غادي نوريهم لكم ان شاء الله، لان هذه كاين النص والواحد كل واحد كيعمر باش ما بغى. النص انا عمرته بكوكو مع نسلي، والنص اخر عمرته مع اللوز ونسلي، يعني بسيطه جدا جدا. وهانتوما غتشوفوا المقادير وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واللي عجباتو يدير ليا كومونتير ويخلي ليا ويدير واحد اللايك ويخلي لي واحد كومونتير باش نشوف واش عجبتكم، كي جاتكم، واش سهله. في الحقيقه راه سهله، وهاد القزيده راه خص غير يكون عند الانسان هذا ديك الاله ديالتها صافي. وانتم مع المقادير ان شاء الله. لهاد الحلوه هذه عندنا غادي نعطيكم المقادير ديال 500 غرام ديال الفرينه، واللي بغى ينقص ولا اللي بغى يزيد كيزيد. عندنا 500 غرام ديال الفرينه، عندنا 200 غرام ديال الزبده، عندنا 150 غرام ديال السكر، عندنا شويه ديال الفاني، وعندنا شويه ديال المليحه، وعندنا جوج بيضات، وعندنا نصف خميره هذا ديال الحلوه، والزبده عندنا 200 غرام ديال الزبده. هادشي اللي عندنا في هاد الحليوه هادي ديالنا. نخدمو الزبدة مزيان مع السكر حتى ترجع لنا متجانسة وترجع رطبة ان شاء الله، ويدوب داك السكر مع الزبيدة. إذا كانت الفاني السائلة نديروها، إلا ما كانش الفاني السائلة الواحد يدير الخنيشات. كنزيدو فرينة شوية بشوية حتى كنجمعو العجين ديالنا. هي في الحقيقة هادي راه ساهلة، غير معلقة كتجمع، اللي بغا يدير يدو يديرها، اللي ما بغاش راه غير بمعلقة كتجمع لنا حتى وصافي. وكنبقاو على هذا الشكل حتى كنجمعوا الخليط ديالنا، وما كنساوش 3 ديال الغرام ديال الخميره. هانتوما كنجي وكنجمعوا العجينه ديالنا، ما نكثروش ليها الطحين، كتجي رطبه صافي. دابا غادي نبقاو نديرو كويرات على هذا الشكل هذا، بحال هكذايا صغار هكذا صغورين، ونجيبو الاله ديالنا ونبداو ان شاء الله. وهانتوما شي غير بالمعلقه جمعتها، هي ما غاديش ما كتحتاج لا تعجن لا والو، غير تجمع. واللي عنده كميه كبيره من طبيعه الحال راه لذيذات، ما كاين ما احسن منهم. من بعد كنديروا هاد الكويرات على هاد الحجم على حسب الماكينات، كل واحد الا كانت كبيره شويه كنديرهم كبار، الا كانت انا عندي شي شويه صغيره الماكينه ديالتي لهذا كنديرهم صغارين. هذه هي الماكينة ديالتي،
من بعد كنديرهم في هاد البليصه وكنديرهم هكذا، اللي بغى يدير لهم هكذا يزي يساعدهم كيساعد، اللي ما بغاش كيدير نيشان وهي كتطبع على راسها، وكنديروها فوق العافيه وصافي، وكنشدوها مزيان بيدينا باش ياخد داك الشكل. وها هي ديك هانتوما صافي، ها هي وجدت. ولا كانت شي وحيده هكذا صايحه ماشي مشكل، كنبقاو نقادوهم بالموس صافي، كنحيدهم من هاد القزيديره وكنخليهم وتنجمع. انتما كيجيو محمرين، و اذا جات شي وحده فيها زياده بحال هكذا يا ماشي مشكل، راه دغيا هكذا كنشوف انا غير بيدي، راه كان هذا كتجيبي غير الموس وكيتقاد هاد الشيء هكذايا صافي، كتقادوها في الجنيبات وكترجع مقاده غير بيدي، وقديتها كتاخذوا الموس وكتقادوهم. وكاينين خلاص هادو راه هانتوما كيجيو شي وحدين، كيجيو الاغلبيه مقادين غير شي وحيدات، على حسب الماكينه، على الزيار ديال الماكينه كيفاش كتخدموا بها. الا تزيرات بزاف من طبيعه الحال كي كتخرج شي شويه العجينه، ولكن الحمد لله انتما كي كتشوفوا كتجي غزاله وزوينه وسهله، ما كاين حتى شي مشكل. يلاه غادي نكمل انايا، ومن بعد غادي نشوفوا شنو غادي باش غادي نعمروها. ودابا صافي كنوجدو باش نعمرو، كل واحد اللي عنده الكوك بغى يعمر، اللي بغى يعمر غير بهذا النسلي، اللي بغى يدير كوفي، المهم كل واحد يعني يعمر بداكشي اللي عنده. انا عندي هاد اللوز هكذايا مطحون، غادي نخلطو مع هاد الكراميل اللي شريتو واجد صافي، وغادي ندير كويرات صغار وغادي نعمر بهم ان شاء الله.